بسم الله، أعزائكم الله صفحة الثالث الابتدائي. معنا اليوم تكملة الدرس إن شاء الله في التحيات، وهو نص الاستماع. ومعنا نقول ننتبه معنا، بيقول واحد فلان مؤدب. سألت هند أباها، لماذا تبدو الكرة الأرضية زرقاء يا أبي؟ الأب، لأن البحار والمحيطات تشكل حيزا كبيرا من الكرة الأرضية يبلغ نحو 3/4 حجمها، ولذا يغلب له المياه على بلد اليابسة، وهذا يجعلها تبدو بهذا اللون. هند، وما الفرق بين البحر والمحيط يا أبي؟ الأب، البحار والمحيطات مسطحات مائية واسعة، لكن المحيط أكبر من البحر، وعددها 5 محيطات مرتبة من الأكبر إلى الأصغر، وهي المحيط الهادي، والمحيط الأطلسي، والمحيط الهندي، والمحيط المتجمد الشمالي، والمحيط المتجمد الجنوبي. وتأتي بعض المحيطات البحار، ومعظم البحار مرتبط بالمحيطات، وهي كثيرة، ومن أهمها البحر الأحمر، وهو البحر الذي يوجد في الجهة الغربية للمملكة العربية السعودية. ولذا سمي بالبحر الأحمر يا أبي؟ الأب، سمي البحر الأحمر بهذا الاسم لتواجد سيلات بكائنات حية صغيرة قريبة من سطح البحر أثناء النهار، ذات لون قريب من اللون الأحمر، ويعتبر ومن البحار المهمة أيضا الخليج العربي الذي يقع في الجهة الشرقية لمملكتنا الحبيبة، ويعتبر من أهم بحار العالم لاحتوائه على النفط والغاز الطبيعي، سواء كانت في البحر أو على سواحله. وهناك أيضا الكثير من البحار الأخرى كالبحر الأبيض المتوسط، والبحر الأسود، والبحر الميت. البحر الميت، وما قتله يا أبي؟ الأب ضاحكا، سمي بالبحر الميت لأنه يهرب من أي كائنات حية كالأسماك والنباتات، وذلك بسبب ملوحاته العالية. ما أجمل هذه المعلومات يا أبي، وقد تعلمت الكثير عن البحار والمحيطات، فشكرا لك. هكذا كان نص الاستماع الذي يدور حول البحار والمحيطات. عرفنا على الفرق ما بين البحار والمحيطات، عرفنا على بعض من اسماء المحيطات وكذلك البحار، وعرفنا بعض من اهميه بعض تسميته ولماذا سمي بذلك. ناتي الى التمارين. ابنان، استمع واجيب. استمع واجيب، اذكر المعنى العام للنص الذي استمعت اليه. اذكر المعنى الذي اضيف الي من هذه او من هذا النص، من هذه المعلومات. فيقول لك ان النص يمثل تعريفا بحجم المياه على الكرة الأرضية حتى يستنتج الطلاب أهميتها بعد ذلك في حياتنا، ويقوم بشكر الله على نعمه. هذه المعلومات علمتنا وعرفتنا أن نسبة المياه في البحر أو في الكرة الأرضية نسبة كبيرة جدا، لذلك يخفي عليها اللون الأزرق على معظم نواحي الكرة الأرضية، لذلك لأنه عرفنا هذه الحجم الماء لكي يستنتج الطلاب أهمية هذه النعمة، ما كيف نشكر الله عليها. لماذا تبدو الكرة الأرضية زرقاء اللون؟ كذلك يومي، لماذا تبدو الكرة الأرضية زرقاء اللون؟ فيقول لأن البحار والمحيطات تشكل حيزا كبيرا من الكرة الأرضية يبلغ نحو 3/4 حجمها، ولذا يغلب لون المياه على لون اليابسة، وهذا يجعلها تبدو بهذا اللون. ولأن البحار والمحيطات تشكل حيزا كبيرا من الكرة الأرضية يطفي هذا الحيز لون هذه المياه على ويغلب لون اليابسة، فتكون الكرة الأرضية تظهر بشكل البحار أو أيهما أكبر، البحر أم المحيط؟
أيهما أكبر، البحر أم المحيط؟ أحسنت، المحيط هو الأكبر. المحيط أكبر من البحر. سؤال جديد. أذكر أسماء المحيطات التي سمعتها. نذكر بعض من أسماء المحيطات التي سمعتها، ومنها المحيط الهادي، المحيط الهادي، والمحيط الأطلسي، المحيط الأطلسي، والمحيط الهندي، والمحيط الهندي، والمحيط المتجمد الشمالي، المحيط المتجمد الشمالي أو المحيط القطب الشمالي، والمحيط المتجمد الجنوبي، والمحيط المتجمد الجنوبي أو القطب الجنوبي. أذكر أسماء البحار التي سمعتها. كذلك نذكر بعض من أسماء البحار التي سمعتها. البحر الأحمر، البحر الأحمر، الخليج العربي، الخليج العربي وهي حدود المملكة العربية السعودية، البحر الأبيض المتوسط، البحر الأبيض المتوسط الذي يفصل ما بين قارتين أوروبا وإفريقيا، والبحر الأسود، البحر الأسود، وكذلك والبحر الميت، البحر الميت. لماذا سمي البحر الأحمر بهذا الاسم؟ لماذا سمي البحر الأحمر بهذا الاسم؟ ويقول بأن سمي البحر الأحمر بهذا الاسم لتواجد الجاذبات الكائنات الحية الصغيرة قريبة من سطح البحر أثناء ذهابها، ذات لون قريب من اللون الأحمر. سمي البحر الأحمر لأنه يحوي وسيمات لكائنات حية صغيرة قريبة من سطح البحر، لذلك يطفي عليها بعض من اللون كما تراه أنه أحمر أثناء النهار، ذلك اللون قريب من اللون الأحمر نسبة إلى لون هذه الوسيمات الكائنات الحية الصغيرة. لماذا سمي البحر الميت بهذا؟ سمي البحر الميت لأنه يحلو بأي كائنات حية كالأسماك والنباتات، وذلك بسبب نحاته العالية. لماذا سمي البحر الميت بهذا الاسم؟ قلنا لأنه يحوي أو يخلو عفوا يخلو من أي كائنات حية من الأسماك والنباتات، وذلك بسبب نحاته العالية التي تجعل الحياة داخل صعبة. أستمع وأرسم على ما تصح عن يمين الإجابة الصحيحة. اختار الإجابة الصحيحة عن طريق وضع أمام صح أمام الإجابة الصحيحة. واحد، يقع البحر الأحمر، يقع البحر الأحمر غرب المملكة العربية السعودية، غرب المملكة، شمال المملكة العربية السعودية، شمالها، أحسنت، غرب المملكة العربية السعودية. اثنان، يقع الخليج العربي، يقع الخليج العربي جنوب المملكة العربية السعودية، في الجنوب شرق المملكة العربية السعودية، في الشرق شرق المملكة العربية السعودية. النشيد، وهذا وهنا قد انتهينا من نص الاستماع، في الحصة القادمة إن شاء الله سوف نتخلص مع درس النشيد. السلام عليكم ورحمة الله.